بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها helpful masses. المسألة شرحها نفسها. ليه؟ لأنه بيقول لك هو هيديك string، تمام، عبارة عن مجموعة من الأرقام ما بينهم بلس، عاوز يطبع نفس الأرقام بس بإيه؟ بس بترتيب تصاعدي. يعني هنا 3 بلس 2 بلس 1 هيتبعها 1 بلس 2 بلس 3 وهكذا. اذا المساله ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشاكل في الشرح. طب فكره المساله هتتحل ازاي؟ كنترول ايه كنترول في. بكل بساطه السترنج ده ركز معايا عشان اللي انا هقوله هترجمه الكود مش اكتر. هعزل الثلاثه والاثنين للواحد لوحدهم من غير ايه؟ من غير بلس، تمام. هرتبهم 1 2 3 رتبتهم، هرجع البلس 1 بلس 2 بلس 3. قد تكون الخطوات بسيطة وسهلة، تمام، والكود إن شاء الله برضه هيكون بسيط وسهل، لكن الكود هيبقى إيه؟ عاوز تركيز شوية معانا، تمام. فعاوزين نبدأ في الكود واحدة واحدة. هنعمل اللي إحنا قلناه ده بس عشان نعزل وعشان نهندل الدنيا محتاجين شوية تركيز، فركزوا معايا في الايه؟ في الكود. طبعا قبل ما ابدا محتاج منك تكون عارف حاجه اسمها اسكي كود. لو مش عارف يعني ايه اسكي كود هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن اتفرج عليه وبعدين ارجع لي. اذا انا هبدا كتابه كود وانت واحد فاهم يعني ايه اسكي كود. لو ما انتش فاهم، اذا مش هتفهم معايا، اذا ما تكملش الفيديو واقفله. جميل، ما فيش اي مشكله. تعالوا بقى نبدا ايه؟ نبدا في الحل. جميل. فدلوقتي تمام، اول حاجه هنعمل السترنج بتاعنا اللي هنستقبله سترنج اي كيو يو اللي هي الايكويشن مثلا اللي هي المعادله، تمام. وبعد كده سي ان اي كيو يو، تمام. ركزوا معايا كده، انا استقبلت السترنج بتاعي عاوز اعزله، تمام. ده السايز بتاعه كام؟ ايكوال 5، تمام. عشان اعزل الارقام هنا السايز هيساوي كام؟ هيساوي 3، صح؟ بعد ما اعزلهم. اذا 5 على 2 فيها ال 2 ونص، تمام. وعشان هخزنها في سايز هتبقى ايه؟ 2. عشان هخزنها في ايه؟ هخزنها في انت، لان السايز ده انت، تمام. فانت عارف ان الانتجر ما بيخزنش غير ايه؟ ارقام صحيحه، فهيجنور الفلكشر هيبقى ايه؟ هتبقى 2. جميل، ما فيش اي مشكله. فهنعمل array of كام؟ array of السايز بتاعها، السايز هنا 1 2 3 4 5 اللي هو ايه؟ 5 على 2. جميل. ونزود عليها ايه؟ نزود عليهم 1. تمام، اذا حاجه هنا هقول له in my size، تمام، ايكوال ايه؟ ايكوال الايكويشن دوت لينس على 2، دول ما بين قوسين اهي، وازود عليها ايه؟ وازود عليهم 1. حلو، واعمل array in arr of my size. لغايه دلوقتي جميل، ما فيش اي مشكله، تمام. نبدا نلف على العناصر بتاعتي ديت، تمام، وابدا اعزل، تمام. قبل ما اكمل، زي ما انت عارف انك انت عارف حاجه اسمها اسكي كود، تمام. لو انا دي كومنت، تمام، واشرح لكم بس ايه كده حاجه بسيطه سريعا. انا لو عندي سي اتش اي ار كاركتر سي 1 مثلا ايكوال 1، حلو، وقلت له انت نم 1 ايكوال سي 1، وقلت له سي اوت سي 1، جميل جميل، هقول له اند لاين. لو جينا نرن هيطبع سي 1 كده طبع الواحد، بس الواحد ده طبعه على انه ايه؟ كاركتر مش انتجر، تمام، خلي بالك لانه ايه؟ كاركتر. طب لو جيت طبعت بقى الانتجر بتاعه اللي هو نم 1، نشوف كده
فلقيت الله لي 49. ايه 49 ديت؟ انت لو واحد فاهم يعني اس كود هتعرف انه اي كاركتر عندنا تمام، اي كاركتر بيكون ليه حاجه اسمها اس كود. الاس كود ده لو انت جيت تغذي الكاركتر بتاعك في انتجر بياخد الاس كود بتاع ال1. طبعا ال1 هنا مش انتجر، وخلي بالك ال1 مش انتجر، ال1 كاركتر. فيجي يتخزن في انتجر هيحول الاس كود، الاس كود بتاعه كام؟ 49 تمام. فجي خزنه فخزن الاس كود هنا كام؟ 49. فطبعا ايه 49؟ طيب انا عاوز اطبع الرقم ايه؟ رقم واحد اللي هو الكاركتر، بعد ما خزنته في نم اطبعه هنا يطبع واحد، اجيب قيمته الحقيقيه بس كانتجر. المفروض هطرح منه 48، صح ولا غلط؟ صح. فاذا لو جينا هنا عملنا نفس دول، بس بصوا معايا بقى، هعمل دي 0 تمام؟ خلي دي سي 2 ودي نم 2 ودي سي 2 تمام؟ الاس كيوب بتاع الايه؟ الزيرو انا عارف النسبه 48. خليها كده نطبع نم 2 اللي هي الايه؟ الاسكي كود بتاع الزيرو. هنلاقيها 48. اذا 48 ناقص 49 1. اذا لو جيت هنا طبعت النم 1 ماينس النم 2 هيطلع ايه؟ شوف هيطلع 1. اذا انا لو جيت هنا قلت له السي 1 ماينس السي 2 نشوف كده طبع ايه؟ 1. اذا تلاقيها قاعده كده، ممكن تلاقي اي حد بيقولها يقول لك اي اسكي كود من اي رقم كاركتر لو طرحت منه زيرو يديك رقمه الاصلي كانتجر. تمام؟ تمام. اذا الحته دي ايه؟ دي مفهومه. جميل. نيجي نرجع للكود بتاعنا. حلو. هقول له 4، هقول له انت اي ايكوال 0، اي اقل من ايه؟ اقل من الايه؟ الاي كيو يو دوت لينس، وهقول له ايه؟ اي بلس بلس. همشي على السترنج بتاعي كله تمام. المفروض هقول له الايه؟ الاي ار ار اوف، هعمل هنا فاريبل وليكن انت كاونتر، ايه هيبدا بزيرو تمام. هقول له اي ار ار اللي هي الريت بتاعتي اوف الكاونتر ايكوال الايكويشن بتاعتي اوف الار ماينس الزيرو. ركز بقى معايا، عملت ايه هنا؟ انا كده مشيت على ده، جبت اول واحد تمام اللي هو الثلاثه، بس ده جاي ايه؟ ككاركتر، لانك انت عارف ان السترنج في الاري عباره عن ايه؟ اري اوف كاركتر. يعني وليكن لو هنا معايا سترنج سي مثلا ايه 1 2 3، اذا ده عباره عن اري اوف كاركتر اللي هو 1 2 3. حلو. اذا ده السترنج ده عباره عن اري اوف كاركتر، الاثنين ايه؟ الاثنين دول واحد تمام. فانا لما اجيب اول كاركتر عندي من السترنج بتاعي اللي هو بقى هيبقى الاصل اللي هو ده، اذا هيجيب لي ده ككاركتر هيحوله لاسكي كود، وقلنا عشان نجيب الانتجر بتاعه نطرح منه ايه؟ زيرو. نخزنه فين؟ نخزنه في الاريه بتاعتي اللي ايه؟ اللي انا هتكون فيها الارقام اللي انا هعزلها اللي هي دي كلها عشان ايه؟ اقدر ارتبها تمام. فانا قلت له اي ار ار اوف كاونتر اللي هو الكاونتر بتاعي يبدا من زيرو تمام، هات لي الايكويشن بتاعتي وطرح منها زيرو. اذا جاب اول واحد الاسكي بتاعه طرح منه زيرو، جاب الايه؟ الرقم بتاعه تمام. بعد كده هقول له ايه؟ زود لي الكاونتر بلس بلس. حلو حلو تمام. في حاجه برضو اللي هي حاجه هنا هقول له، طب في حاله اني لو قابلني البلس، حاجه هنا اقول له اف الايكويشن اوف الاي ايكوال ايكوال البلس كونتينيو. يعني كونتينيو، معنى كلمه كونتينيو انك انت اعمل لي كونتينيو، ما تنفذليش اي حاجه جايه بعديها، وايه؟ وروح في اللفه الثانيه. اذا هيجي هنا اول حاجه هيقابل الثلاثه مش بلس، هيجيب الاسكيب بتاعها ويطرح منها زيرو ويخزنها. طب هنا هنا هيلاقي ان دي بلس، هيعمل ايه؟ هيعمل كونتينيو. فكونتينيو حطيته من هنا
لاخر ايه، لاخر خالص، مش هتنفذ اي كود، مش هتنفذ دول، وبعد كده ترجع للايه، اللفه اللي بعديها. تمام، رجعت اللفه اللي بعديها هتلاقي الاثنين، هتجيب الاس كيو بتاعها وتطلع منها زيرو وتخزنها. اذا الاري بتاعتي ديت اصبح فيها بس الايه، اصبح فيها بس الارقام بتاعتي، اللي هو هبدا بقى ايه، هبدا ارتب. لغايه دلوقتي انا شايف الموضوع ما فيهوش اي مشكله. جميل. فدلوقتي دلوقتي عاوزين نعمل ايه؟ نعمل سورتنج للاري بتاعت اللي هي اي ار ار، اللي هي دي اصلا هيكون فيها الايه؟ النمبرز بس. عندنا فانكشن اسمها ايه؟ سورت. حلو؟ سورت ديت بتاخد ايه؟ بتاخد الاري بتاعت اللي هي الاي ار ار، وبتاخد الاي ار ار برضه، بس بتزود عليها حاجه لازم تزود عليها، وهو هيعمل لك سورتنج للاري بتاعتك من غير ما تتعب خالص. ادينا بنتعلم مع بعض حاجه جديده اللي هي الايه؟ فانكشن اسمها سورت. بصوا معايا، انا عندي حامل هنا انت وليكن ان مثلا ايكوال، عندنا فانكشن اسمها سايز اوف. تمام، هجيب السايز اوف بتاعت الاي ار ار كده، انا جبت السايز بتاعت الاري بتاعت اللي هي دي. تمام، لغايه دلوقتي جميل. هقسمها على السايز اوف الاي ار ار بس على اول اليمنت. ركز معايا على اول ايه؟ اليمنت. اول اليمنت هجيبه ازاي؟ هقول له في الزيرو كده. الان ديت عملت فيها ايه؟ جبت السايز بتاع الاري وقسمته على السايز بتاع اول اليمنت. حلو، هاجي هنا في السورت بتاخد الاري بتاعتي، وفي الثاني بتاخد الاري بس هزود عليها، هزود عليها ايه؟ ان، وازود عليها 1. تمام؟ تمام. عشان نتاكد خلينا كده نعمل سي اوت. سي اوت ايه؟ اي ار ار اوف الزيرو. تمام؟ واقول له اي ار ار اوف ال1، واقول له اي ار ار اوف ال2، واند لاين كده ونشوف. لو جينا هنا دخلنا 3 بلس 2 بلس 1، طبعا لك 0 1 2. اذا ما تزودش هنا ال1، هي بلس ان بس. تمام، نعمل رن ثاني اهو، 3 بلس 2 بلس 1. شايف؟ قال لك 1 2 3. اذا عشان تعمل سورت لاري بتحط دي فانكشن مبنيه في سي بلس بلس، بتحط لها الاري بتاعتك وبتعمل اري بلس ان. الان ديت عباره عن السايز بتاع الاري مقسوم على السايز بتاع اول ايه؟ اول اليمنت عندك في الاري بتاعتك، وبتحطها بلس ان، فهو كده بيرتب لك الاري بتاعتك. طبعا دي فانكشن مبنيه ليها الرولز ديت، ايه؟ بتنجز معاك. تمام، رتبت الاري بتاعتي بقت 1 2 3. نيجي بقى ايه؟ نطبعه. هاجي هنا هقول له فور انت اي ايكوال 0، اي اقل من ايه؟ اقل من الماي سايز بتاعتي اهي، الايكويشن ولا الماي سايز؟ الماي سايز، لان انا هطبع الارقام بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي الارقام بتاعتي دي بس، هطبعها والبلس هطبعهم في ايه؟ معاهم، فانا همشي على الماي سايز بتاعتي اللي هي الريب بتاعتي. حلو، واحل له ايه؟ اي بلس بلس. ركز معايا، ركز معايا، هقول له سي اوت ساوت ايه؟ الاي ار ار اوف الار، مش هعمل اند لاين لان انا عاوزهم ايه؟ عاوزهم جنب بعض. تعال كده نجرب كده بس اهو، لو قلنا له 3 بلس 2 بلس 1 فقال لك ايه؟ 1 2 3، طبع لك ايه؟ الارقام بتاعتك من غير اي مشاكل. جميل. عاوز اطبع بقى ايه؟ عاوز اطبع، عاوز اطبع البلس. ركز معايا، البلس بتنطبع بعد كل ايه؟ بعد كل اليمنت. واحد يقول لي حط هنا بلس وخلاص، هقول لك لو عملناها نيجي نشوف، هقول له 3 بلس 2 بلس 1، طبع لك 1 بلس 2 بلس 3 بس في الاخر في بلس، لانك انت قايل له بعد كل اليمنت اطبع بلس. لا مش هينفع. امال اعمل ايه؟ بص بقى الحركه ديت، هقول له، هقول له ايه؟ اف الاي ايكوال ايكوال 0
او نوت ايكوال، مش ايكوال ايكوال، نوت ايكوال زيرو سي اوت بلس. بصوا عملنا ايه؟ هو المفروض، المفروض ان انا هطبع البلس بعد كل رقم، تمام. اول رقم المفروض ينطبع، ما طبعش ايه؟ ما طبعش قبليه بلس، تمام. اذا قلت له اول حاجه، اول ما تخش في اول رقم اللي هو اي ايكوال زيرو وتجيبه، لو الاي نوت ايكوال زيرو اطبع لي ايه؟ بلس. طب اول حاجه الاي ايكوال زيرو، خلينا نقول ان احنا هنا عندنا 1 2 3 تمام. هخش الاي ديت، الاي لما تكون ب 1 دي اول لفه اللي هي واحد، فمش هيطبع لي ايه؟ بلس، فهيطبع لي ايه؟ هيطبع لي هنا ال 1. هلف تاني تمام، الاي بقت ب 1 خلاص، ما بقتش نوت ايكوال، هخش هنا اطبع ايه؟ بلس تمام، واطبع ايه؟ واطبع الار ار اوف ايه؟ الاي بقت ب 1 اللي هي ايه؟ اندكس، اللي هو الاندكس الثاني اللي هو ايه؟ 2. هرجع، هل الاي الاي بقت ب 3، الاي دلوقتي بقت بايه؟ بايه؟ ب 2 قصدي، الاي بقت ب 2، هل الاثنين نوت ايكوال زيرو؟ ايوه، هطبع ايه؟ بلس، واطبع ايه؟ واطبع الايه؟ اليمنت الثاني. بس كده الموضوع انتهى. اذا انا عملت اف اي نوت ايكوال زيرو هيطبع لي بلس في كل الحالات ما عدا اول حاله، لان اول حاله انا مش محتاج اطبع هنا بلس. انا لو لو شلت ديت، بص معايا، انا لو شلت ديت وطبعت، بص هقول له ايه؟ 3 بلس 2 بلس 1، هيطبع لي 1 بلس 2 بلس 3، بس في الاول 1، عشان اشيل اول 1 قلت له ايه؟ حطيت له الشرط ده، قلت له في اول حاله بس ما تطبعليش ايه؟ ما تطبعليش البلس. هعمل هنا هقول له 3 بلس 2 بلس 1، قال له 1 بلس 2 بلس 3، اذا كده كله تمام. هاخد الكود كنترول سي واروح كده اعمل سبميت اهو، كنترول في واعمل ايه؟ سبميت. نشوف كده اكسبتد، مفيش اي مشكله. هسيب لك الكود في الجيت هاب بتاعتي في الديسكربشن، ولو في اي حاجه مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك دي انت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.